إذا هذا السيستم هلا صار عندي هون العلاقة بين الانبوت والاوتبوت هيها اللي هي صارت هاي فصار عندي الشكل العام x1 of t dot بيساوي minus p1 x1 of t والبقية ايش 0 x2 of t 0 x3 of t لحد ما اوصل 0 xn of t وبعدين ايش عندي u of t x2 dot of t نفس الاشي بتساوي 0 x1 of t minus p2 x2 of t لحد ما اوصل u of t وبعدين اخر اشي xn dot of t بتساوي 0 x1 of t لحد ما اوصل بالاخر هون minus pn xn of t زائد u of t اذا b شو بتساوي؟ لا b واحد و a شو بتساوي؟ لاحظوا A راح تكون فيها دايجونال عشان هيك سميناها دايجونال كانونيكال فورم ايش الارقام اللي فيه؟ اللي هي البولز تبعت السيستم P1 P2 لحد ماينس PN والبقية كلها هون زيرو هذا الدايجونال كانونيكال فورم عمليا احنا عزلنا السيستم هذاك اللي كان موجود عزلناه ل N سيستمز كلهم فيرست اوردر ما فيش انتراكشن بينهم ما فيش انتراكشن بين كل فيريبل والفيريبلز الثانية من هون طيب سي سي شو بتساوي سي سهله جدا مش هيك واي اوف تي شو بتساوي مجموع هذول اذا شو راح تكون ودي انا ما عندي دي مش هون او اذا كان عندي دي وقسمت تخلصت منها من الاول اوكي اذا كان في بي نوت اه متذكرين لو كان عندي بي نوت بتطلع بي نوت هون بتنزل في دي بس انا بديت مباشره من الشكل هذا اللي موجود هون ناخذ مثال نحل عليه مثال